بليز حابة اتعرف شوي على موضوعكم وليه اخترتوا تحديدا هيدا الموضوع؟ اخترنا الطاقة الهوائية لأنه هي طاقة متجددة بديلة عن كتير طاقات مثل الغاز والبترول اللي هن طاقات ملوثة ومكلفة جدا، بينما هي طاقة متجددة وموجودة بالبيئة واستهلاكها ما بيضر بالبيئة. ليه اخترتوا تحديدا الطاقة الهوائية مع انه كان في عندكم طاقة شمسية وطاقة مائية؟ المدرسة هي اللي عملتنا هيدا البحث ونقلتنا الطاقة الهوائية ومشينا نحن على الاختيار. طب بليز فيكم تعطونا بس كيف تتحول الانرجي او وصف سريع للمشروع؟ المروحة بتفتل عبر الهواء بتاخد انرجي سينتيك، الانرجي سينتيك بتحولها لانرجي ميكانيك وبنفس الوقت ترجع بتحول الانرجي ميكانيك لانرجي الكتريك. شكرا كثير ارسل الطاقة الحرارية. نحن تخيل الواحد حاله بطقس ممطر ما في كهرباء مثل ما قاعدين عندنا بلبنان، يعني ما في كهرباء كثير، ونحن في كثير اشياء ما نعملها مثل ما مثلا نطبع البروجكت لنا، بدنا نسخن الماء لحتى نتحمم، بدنا ننشف ثيابنا، فهيدول الاشياء كلهم هول الاشياء كلهم هن بحاجة لانرجي، من هيدول الانرجيز هي الثيرمال انرجي. هي حسب حاجتنا نحن بنستخدمها، انه بنطولها بنقصرها حسب حاجتنا. هي اكثر حمايه واكثر هي حمايه حامي اكثر هي، وكمان هدوء بتوفر. اما سلبياتها هي من الفصل الفيول، اذا حرقنا الفصل الفيول عم بتسبب بوليوشن وعم بتسبب باد افكتس اون هيومن انفايرمنت. اوكي ميرسي كثير لكم. محمد سعيد. بليز اسألكم عن الاختراع اللي عندكم وليه تحديدا اخترتوا هيدا المشروع لانه مهم انه اخترتوا هيدا المشروع؟ هلا موضوع بحثنا هو عن الطاقة المادية وطاقة الموجات المائية. اخترنا هيدا الموضوع لانه المياه نوعا ما ما فيش عند الناس خلفية ثقافية او معلومات كافية عن كيفية استخراج هيدا الطاقة. مثلا بعد انها مش راح تستخدمها تشويقيا كيف يتم استخراج هيدا الطاقة. هون حاولنا نجسد الوضع. اول شيء حطينا هون دينامو، حاولنا نعمل موجات اصطناعيه. هاي الموجات الاصطناعيه هون اذا بدنا نتصور في مروحه اللي هو مثل التوربين بالحاله الطبيعيه، بس يفتل التوربين في الماجنت بيعطي كهرباء. مبدا كثير بسيط، لكن هيدا استخراج الطاقه به عنده ايجابيات، ولكن من مقصد اخر هناك بعض العوائق طبيعة المناخ صعبة كثير. في كمان التكنولوجيا
يعني اللي شفته. جانا نتعلم معكم هلا لثاني ثلاث سنويات موجودين معنا بالقاعة السفاجيه. اول مدرسه حتكون مدرسه طبيوس، حيعرفونا عن نفسهم وعن مشروعهم كمان، تعرفينا عن حالي. يوسف عوض. لا انا عزتين. هيدا شو بيحكوا؟ ممكن تعرفونا شوي عن موضوعكم؟ Finalement, il se termine par le ruissellement et l'infiltration. Well, I'm inspired in physics, and in Lebanon they are rich in the rivers, but they don't get benefits from it. لأنه نحن مهتمين بالفيزياء، والفيزياء مادة متحركة. بلبنان نحن عم نروح المي للأنهر هذا مشان نستخدمه. Why water energy is important? Well, water energy is important because it is a major source of electricity in the world, and it is non-polluting and renewable source. The water energy is important because first thing it provides, second thing it doesn't pollute, and third thing it gives us power. After the presentation, what are we going to learn? After the presentation, we are going to learn the benefits of hydropower. What is water energy? The importance of water energy. بنتعلم من هذا المشروع إنه شو أهمية الواتر إنرجي ومن هلا رح ننتقل للمدرسة الثانية اللي هي بالساحة نواي، رح يعرفونا كمان على مشروع الجديد. Thank you.
مهدي زيدان. هي تعرفونا بس شو اختراعكم وليش اخترتوا هذا المشروع مثل هيك؟ We are going to talk about solar energy. Solar energy is the energy from the sun when the it's a renewable source of energy. When the light of the sun meets with the heat shingles, it produces electricity. So that we can use the electricity in our building, in our city, and we are not suffering from the electricity anymore. قلنا هيدا الانرجي السولار ما بنقدر نستعملها وشو تأثيرها على البيئة؟ هي السولار انرجي كثير فهي ما بتأثر على البيئة بالمرة، هي بتحمينا من الجلوبال وورمينج اللي هي مش عم بيعانيها العالم من هيدا الوقت. فينا نستعملها هيدي بالأبنية بالبيوت، هي بتولد لنا الكهرباء كمية كثير كبيرة. ما هي شو هي كمية الطاقة الشمسية اللي ممكن تلاقيها اللمعات الشمسية تتحول السولار انرجي لإلكتريك انرجي؟ It can be stored at high temperature by using mountain sources. Okay, merci de la iPhone. راس ابو دمر حسن مرن خالد ملح احمد عطوره ممكن تحكونا شوي او حتى تعرفونا عن البحث اللي اخترنا هذا الموضوع قطعنا ورسالة سلمتين هذا الموضوع حاليا مستقبلين قطاع بديل مثلا عن طبقة اللي هي مثلا قطاع بس راح تنضب مثلا بعد سنوات عديدة وهذه القطاع نووي مثلا واحد مثلا بدي 1 جرام مثلا من اليورانيوم ممكن يولد كهرباء مثلا 1000 ساعة حوالي 5000 سنة مثلا لمنزل اللي هو مثلا بعادل مثلا 1000 كيلو جرام مثلا طن من البترول. بس هل عندك فكرة عن كمية الطاقة الناشئة عن عملية الإنتاج النووي؟ بعد الإنتاج العناصر إلى دورت كميات ضخمة من الحرارة والإشعاع ولدينا إشطار نووي في دمشق نووي إشطار نووي وعملية انقسام الذرة إلى قسمين أو أكثر وتنتج عنها أشعة بيتا وشنيات ومن المواد النووية المستخدمة اليورانيوم والبلوتونيوم استعملت في المنشآت النووية إنشاء ثلاث نقاط كهربائية أما بالنسبة للتأثير من الشطار طاقة كهربائية بتنتقل على المحطة الأولى عبر خطوط توتر عالي أوت تونسيون 66000 فولت بالمحطة الأولى بتم تعديلها عشان تناسب المستهلك الكبير المعامل المصانع احنا اخترنا هون يكون في المستشفى من المستشفى
بنفتش بتنتقل على المحطة الثانية، فالمحطة الثانية كمان بتم تعديلها مرة ثانية عشان تناسب المستهلك الصغير اللي هو الأحياء السكنية. بيجدر الإشارة كمان إنه لما توصل على الأحياء السكنية والعالم بيسألوا عن العالم الموجودة على الأرض. هاي العالم دولة بتنتقل الشمس عشان تشوف لما تغرق بالجاز مالتوز بس بتمتص اللون الازرق لانه